صاحبي صاحبي السلام عليكم. بحال كنقولوا هذا نهار كبير، استقبال معالي الاخ العزيز اسماعيل ولد الشيخ وزير خارجيه الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. انا السي اسماعيل على اتصال دائم حول مجموعه من القضايا، بشكل تقريبا كنتكلموا مره ولا اثنين كل اسبوع، ولكن هذه زياره مباشره مهمه اللي كيقوم بها معالي الوزير كمبعوث لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب. وكان السيد الوزير حامل لرسالة من فخامة الرئيس إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، والرسالة هي تتعلق بالعلاقات الثنائية وبالتنسيق في قضايا إقليمية. الزيارة تندرج في إطار واحد التطور جد إيجابي اللي كتعرفوا العلاقات المغربية الموريتانية منذ وصول فخامة الرئيس إلى الرئاسة. تواصل منتظم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وطموح هو طموح مشترك بين جلالة الملك وفخامة الرئيس للدفع بهذه العلاقة إلى أبعد مستوى. هي علاقة عندها واحد الجوانب تاريخية، عندها واحد الجانب إنساني قوي، وهي كذلك علاقة جوار بين بلدين شقيقين. خلال هذا اللقاء اللي جريناه انا واخي اسماعيل تحدثنا حول المراحل المقبله لترجمه طموح قياده البلدين في تطوير العلاقات، ومن ذلك عقد اللجنه العليا المشتركه، ومن ذلك كذلك عقد لجنه المتابعه على مستوى وزراء الخارجيه للبحث في كيفية تطوير أكبر للعلاقات الثنائية. العلاقة الثنائية ممتازة على الصعيد السياسي، الجوانب الاقتصادية والجوانب القطاعية محتاجة إلى دفع أكبر لترجمة كما قلت رؤية جلالة الملك وفخامة الرئيس إلى علاقة جوار قوية بين البلدين اللي كتبنى على هاد الأسس اللي موجودة، علاقات الإنسانية، الروابط التاريخية، ولكن كتبني كذلك واحد المضمون لعلاقة استراتيجية بين بلدين شقيقين. ويمكن في هاد المراحل المقبلة في اللجنة المشتركة وفي لجنة المتابعة غيكون كذلك الدفع بهذا التعاون القطاعي وبتعبئة كذلك الفاعلين الاقتصاديين في إطار رؤية ثنائية ولا رؤية ثلاثية الأبعاد لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أبلغت زميلي وأخي إسماعيل عن يعني تحيات جلالة الملك إلى فخامة الرئيس وتقديره إلى لكل ما يقوم به فخامة الرئيس منذ توليه الرئاسة من مجهودات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والنمو الاجتماعي داخل موريتانيا. كذلك تحية المجهود اللي كيقوم به فخامة الرئيس واللي كتقوم به موريتانيا في إطار الإقليمي وخاصة في منطقة الساحل، أو في الإطار العربي وفي الإطار القاري الإفريقي،
واللي في السنوات الأخيرة كان حضور قوي لموريتانيا في مجموعة من الملفات المهمة، في خاصة في منطقة الساحل والصحراء أو حتى على مستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي. فهي هذه إذن مناسبة أولا للتأكيد على قوة هذه العلاقة الثنائية، للتأكيد على أنها تحت مظلة قوية يرعاها جلالة الملك وفخامة الرئيس، وبأنها عندها طموح لتطويرها إلى أبعد حد، ولتكذيب كل يعني من يريد أن يصطاد في المياه العكرة حول العلاقات المغربية الموريتانية، اللي هي علاقات صلبة، علاقات قوية، وعلاقات لم تكن أبدا في السنوات الأخيرة ما عمرها ما كانت في هذا المستوى الإيجابي اللي هي عليه اليوم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.